كنا نشوفوها بالتلفزيون، هالحين نشوفوها مباشرة، هذه نعمة من الله وأكبر نعمة. هذا يشرفنا، نستقبل ضيوف الرحمن، هذا يشرفنا، شرف لنا. يا رب تودي مسالمين غانمين بلدهم. أنا شعوري إن أنا كنت داخلة عند الكعبة أكني داخلة الجنة، حاجة جميلة، حاجة رائعة بجد، ربنا يتقبلها مني ومن كل الحجاج يا رب يا رب.